ننتقل مباشرة مع ضيفي على الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، برحب بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولمشاهدي التلفزيون المصري الكرام. أهلا بحضرتك يا فندم. كلمة وزير الصحة يعني كانت تحمل العديد من إذا استطعنا القول بالرسائل بالمبشرات بالإنجازات، يعني دعنا نتوقف عند مفردات هذه الكلمة وأخذت وقتا يقرب من الساعة. الحقيقة أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اليوم في كلمته أمام فخامة الرئيس ذكر حكاية وطن في مجال الصحة. نعم، حكاية وطن بدأت منذ عام 2014 ولم تنتهي لكننا وصلنا في قطارها إلى العام 2023، واستعرض ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحي من خلال جهود الدولة المصرية واهتمام السيد الرئيس بشكل مباشر بمنظومة الصحة. وكلنا لا نزال نذكر أن السيد الرئيس في بداية مدته الثانية لما كلف بمنصب رئاسة الجمهورية أعلنها صريحة أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية. في البداية يمكن واللي خلال أيام قليلة كما ذكر السيد الوزير سوف يستقبل فخامة الرئيس مدير منظمة الصحة العالمية للإعلان أو لتسليم شهادته شهادة خلو مصر من فيروس سي كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة ويتحقق إنجاز. الحقيقة كنا من أقل من 10 سنين بنقول أن الدولة المصرية هي الدولة رقم واحد في مستوى الإصابة. بتحرك الدولة وباهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة النهاردة قريبا جدا خلال أيام قليلة سوف نتسلم الإشهاد الدولي بأن مصر خالية من فيروس سي. والفكرة النهاردة الناس يمكن بتتحدث عن حجم المسح الكبير الذي تم أكثر من 60 مليون مواطن. نعم، حجم من تلقى العلاج. أنا أريد أن أتوقف دكتور حسام إذا سمحت لي، أريد أن أتوقف عند مسألة قرب الإعلان عن خلو مصر تماما من فيروس سي، ويحضرني هنا يعني إشادة حضرتك كنت في اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها 78، دكتور هارفي ألتر اللي هو مكتشف فيروس سي والحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة 2020 أشاد وقال صراحة أن التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي هي تجربة ملهمة لكل دول العالم. كيف استطاعت مصر تحقيق هذا الإنجاز في هذه المدة والكشف على أكثر من 60 مليون مواطن مصري؟ يعني هو بالإضافة إلى أنه ذكر بشكل واضح أنها تجربة مهمة وينبغي أن تمرر، لكنه أيضا أكد على أنها تجربة حقيقية تثبت أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية حقيقية فليس هناك مستحيل، وأن الدولة كمصر بمستوى الدول متوسطة الدخل استطاعت أن تحقق ما عجزت عنه الدول مرتفعة الدخل بوجود الإرادة السياسية. يمكن بدأنا فيما بدأنا بالبحث والكشف يمكن واحد من أكبر المتوحات التي تمت على مستوى العالم السنة على أكثر من 60 مليون مواطن تم الكشف عليهم وعلاج من ثبت يمكن أكثر من 2 مليون مواطن من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال منظومة دوائية محكمة ومن خلال القدرة على تصنيع المحلي للدواء والعلاج. فالدواء تم صحيح وكما أشرت دكتور حسام ونؤكد دوما أنها هي الإرادة، إرادة القيادة السياسية والدولة في اختراق ملف بحساسية وأهمية القضاء على فيروس سي اللي كان بيحصد أرواح ملايين من أهالينا سنة ورا سنة، وحصل إنجاز ربما كان حلم وتحقق ولم يكن الكثيرون يتوقعوا أن يتم تحقيق هذا الحلم على أرض الواقع في بلد كانت تصنف بأنها من أوائل الدول الإصابة
إصابة بفيروس سي. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا، ومستمرين على مدار اليوم في تغطيتنا لهذه الجلسات وتحديدا فيما يتعلق بوزارة الصحة. شكرا جزيلا لك دكتور حسام.